اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من طعم البيوت، وبنبتدي معاكم النهارده باحتفاليه خاصه جدا عن ثوره 23 يوليو بمرور 72 عام عليها. الحقيقه ان ثوره 23 يوليو كان ليها مكتسبات مهمه جدا في كافه المجالات، في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كان في كمان طفره خاصه جدا في التعليم، وكمان في الاصلاح الاقتصادي من بناء مشروعات قوميه هامه جدا. ومش بس كده، أثرت على مصر داخليا، كمان كان ليها تأثير في منطقة الشرق الأوسط، لأن هي كانت بداية وزي ما بنقول كده شعلة لانطلاق حريات وانطلاق زي ما نقول كده أشكال مختلفة جدا من التنوير. النهاردة هيكون معانا احتفالية خاصة جدا، وهيكون معانا فقرات هامة جدا عن ثورة 23 يوليو. بنتكلم عن أهم الإصلاحات اللي تمت في المجتمع المصري، وقد إيه كمان كان في طفرة خاصة جدا في التعليم وفي الاقتصاد. دلوقتي هيكون معانا تقرير عن ثورة 23 يوليو، إرادة شعب وانتصار أمة. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا. النهارده وحلقه خاصه عن ثوره 23 يوليو من انجازات ومكتسبات تمت للمواطن المصري في كافه المجالات، يمكن في المجال السياسي والاقتصادي، وكمان في مجال المجتمع، وده اللي احنا يمكن هنركز عليه النهارده، صوره المجتمع المصري والمكتسبات اللي تمت للمواطن المصري. يعني الحقيقه مكتسبات هامه جدا، سواء في التعليم، سواء في الصحه، سواء كمان في المشاركه حتى في المجال السياسي. كل ده هنتعرف عليه النهارده من خلال ضيفتنا اللي هتكون منورانا، وهي دكتوره هاله يسري، استاذ علم الاجتماع ومحاضر في كليه الحرب في اكاديميه ناصر العسكريه العليا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ومنورانا في طعم البيوت. شرف ليا وسعيده ان انا ابقى معاكي. واحنا كمان. في البدايه بقى، لو هنتكلم عن ثوره 23 يوليو واهم المكتسبات اللي تمت للمجتمع المصري، المكتسبات الاجتماعيه، والحقيقه حصل فيها طفره كبيره جدا في هذه بسبب هذه الثورة. في الحقيقة خليني أقول في البداية، وإحنا بنتكلم عن ثورة 23 يوليو سنة 52، إن كان هناك إرادة شعبية دعمها الجيش المصري، واتجهت إلى التحرر من الاستعمار، وعقبها إصلاحات سياسية، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات اجتماعية، وأصبح وجه الحياة تغير تماماً بعد هذا التاريخ. إذن هي إرادة شعبية دعمها الجيش المصري. جميل. وهو ده اللي أدى إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. جميل. هرجع لسؤال حضرتك حول المكتسبات أو الإصلاحات. الإصلاحات الاجتماعية اللي كانت موجودة في الفترة. اللي موجودة. طبعاً في حاجات إصلاحات اجتماعية مباشرة زي التعليم، ملف التعليم، ملف الصحة، ملف ملف الصحة والتعليم والمشاركة بصفة عامة، دي حاجات مباشرة في ملف الجوانب الاجتماعية. صحيح. إنما انعكاسات السياسة على الجوانب الاجتماعية مباشرة في إقامة حياة ديمقراطية سليمة يشارك فيها كل المصريين. أول وزيرة تطلع في بعد ثلاثة وزيرة مصرية، ده صحيح. ملف المرأة. صحيح. ففي حاجات كتير جدا بالنسبة لملف، نمسك ملفنا. الملف الاجتماعي، الإصلاح الاجتماعي، لأن الحقيقة في الفترة دي المجتمع المصري كان بيقع في زي ما نقول يعني مش واخد حقه اجتماعيا، حق التعليم ما كانش مكتسب لكل المصريين، كان في ممكن يقول طبقة عليا وطبقة من الفقراء، الطبقة المتوسطة بتالي ظهرت مع ظهور ثورة 23 يوليو. صحيح. خلينا، هو فعلا كان في ثراء كبير جدا على المستوى الاجتماعي، ولكن لو مسكنا ملف ملف، أول حاجة ملف التعليم. جميل. أصبح في مجانية للتعليم.
في المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي وحتى الجامعي. إذن أصبح التعليم متوفر لكل فئات الشعب دون استثناء، بل بالعكس أصبح إلزامي. فده يخلي خلى المصريين كلهم يتجهوا إلى التعليم. جميل. دي حاجة. الحاجة الثانية الملف الصحي. أصبح الصحة وتوفير الرعاية الصحية حق لكل مصري ومصرية على هذه الأرض الطاهرة. الملف الثالث إذابة الفوارق الاجتماعية بين كل الطبقات. يعني زمان قبل 23 يوليو كان في طبقة الإقطاع، طبقة يعني رؤوس الأموال وأصحاب رؤوس الأموال، وطبقة العمال والفلاحين اللي هي كانت في ذيل الطبقات الاجتماعية. ده اتغير بعد 23 يوليو، أصبح الفلاح مالك للأرض، إذن هو شريك. أصبح العامل مشارك في أسهم المصانع اللي بيشارك فيها، أصبح هذا شريك. أصبح كل دول لهم أصوات انتخابية قوية مؤثرة على المستوى المحلي والمستوى القومي. جميل. دي كلها حاجات فتحت أفاق جديدة لجموع المصريين إنهم يشاركوا في الحياة السياسية. جميل. طب لو هنتكلم بقى في الإصلاح الزراعي، حيتك لسه كنت بتتكلمي فيه، هنا بقى ابتدى يبقى فيه القضاء على الإقطاع، ابتدى يبقى فيه توزيع للأراضي الزراعية، ابتدى يبقى فيه زيادة للرقعة الزراعية، ابتدى يبقى الفلاح مش مجرد يعني بيشتغل بمجرد أجر، ابتدى يبقى عنده أرض حابب إن هو يخاف عليها، حابب إن هو يكترها، حابب ان هو يديها من حياته ومن وقته عشان يستثمر فيها لان هي بقت بتاعته. بالظبط. وعمل الفلاح كأجير حاجة، وعمل الفلاح في الأرض الزراعية كمالك للأرض دي قصة تانية. اولا ابتدى يحافظ عليها، ابتدى يحاول يعرف ايه هي أنسب الطرق الزراعية اللي يجيب منها أعلى إنتاج، لأن هو هيستفيد. صحيح. لما هيبيع المحصول. أصبح هناك دور كبير جدا للجمعيات التعاونية الزراعية في إمداد الفلاحين بالتقاوي المناسبة، بالأسمدة اللي تساعده في إنتاجية الأرض، وإن هو يبقى شريك في التعاونيات الزراعية دي. جميل. وكمان بتساعده في تسويق المنتجات. بكده إحنا ساعدنا الفلاح إن هو يرتقي بنفسه، يحس بالإعزاز والتقدير من الدولة ليه إن هو مالك. حافظنا على كرامته وإحساسه بإن هو مالك للأرض، وفي نفس الوقت حسنا من مستواه الاجتماعي من خلال أولاده دخلوا المدارس. صحيح. زوجته وأولاده لقوا رعاية صحية، تطعيمات مجانية، واللي هي الحمد لله منتشرة في كل جموع مصر إلى الآن. صحيح. وفي نفس الوقت أصبح إن هو في ارتقاء في المستوى الاقتصادي بتاع الأسرة. جميل. فبكده حسنا أوضاع الفلاحين في مصر إلى درجة كبيرة جدا، وبعد ما كانوا أجراء في أرضهم أصبحوا مالكين. جميل. نيجي بقى لجزئية تانية برضو حضرتك اتكلمت فيها، بس نخش بقى فيها في التفاصيل، وهنا التعليم وإلزام التعليم ومجانية التعليم والتوسع في المدارس وبناء المدارس في الفترة دي، والتوسع في انتشار الجامعات والكليات المختلفة، ده مدى تأثيره على المجتمع المصري في الوقت ده؟ في الوقت ده أكيد نسبة التعليم ما كانتش كبيرة، كان اللي بيخش المدارس كانت مكلفة، كان عشان يخش يكمل مسيرة التعليم في الكلية بيبقى الموضوع برضو مش سهل عليه، فمدى أهمية الاهتمام بالتعليم وتأثيرها على المستوى الاجتماعي؟ أكيد بقى في جزء تنويري كبير للمواطن المصري. أنا هاخد آخر كلمة حضرتك قلتيها وهي الجزء التنويري. فعلا العلم بينور العقول. صحيح. فعلا العلم بيخلي الإنسان يعرف وضعه الحقيقي إيه،
وزمان كان إيه، وليه رؤية مستقبلية لتحسين نفسه وتحسين أوضاع أسرته، وطبعا ها كجزء من المجتمع المصري هو قادر يعمل إيه. فهي محاربة للجهل بكافة أشكاله، إنارة للمستقبل، ومشاركة فاعلة من المتعلمين إن هم يشاركوا في بناء وطنهم، بناء شخصية مصرية معتدة بنفسها بعد ما كانت يعني أجيرة وعاملة لدى الاحتلال. فإن إحنا تخلصنا من الاحتلال البريطاني طوال سنين طويلة جدا، صحيح. وإن إحنا كنا تحت سيطرتهم، الإحساس بإن إحنا أحرار في بلدنا ده كان إحساس كبير جدا، صحيح. ومهم جدا ان المصريين يحسوه، ها انك انت تحسي انك انت محتلة في بلدك، لا كان احساس صعب جدا، وفي معاناة شديدة وفي تمييز وفي تفرقة. ها فعلا احنا كنا يعني وصلنا للاخر. وعايز اقول ولا يجب ان اغفل حركات الشعبية والثورات الشعبية اللي سبقت 23 يوليو، هي أيضا أحد الدواعم الرئيسية للثورة، صحيح. يعني ثورة 19 وما تبعها من حركات شعبية تناهض الاحتلال، دي كانت أحد مفجرات ثورة 23 يوليو. ويعني أحب أنوه أن جدة والدي الكبيرة طبعا دي أنا ما شفتهاش، كان أحد ثائرات ثورة 19، حرية المرأة وتواجد المرأة في الثورة كخروج أول مرة، نزلت هي كانت لابسة بيلبسوا زي نقاب كده، خلعت النقاب ونزلت في الشوارع تناهض الاحتلال هي وكل سيدات مصر بأولادها وتعلمهم ويعيشوا في مستوى متوسط. ابتدى ظهورها في الوقت ده، صح كده يا دكتور ولا إيه؟ أشكرك جدا أستاذة دينا في ذكرى الطبقة الوسطى. وأعتقد معظم الشعب المصري طلع من الطبقة الوسطى، صحيح. الطبقة الوسطى هي أنا بسميها أسمنت المجتمع، اللي هو بيجمع ما بين الطبقة العليا اللي هم الأفضل حظا في الجوانب الاقتصادية، صحيح، والطبقة الدنيا اقتصاديا برضو، ولكن الكل متساوي دستوريا، الكل متساوي في الحقوق والواجبات، المواطنة بيننا كلنا سواء، صحيح، صحيح. يشارك في الحياة السياسية، الكل بيشارك في الإنتاج، الإنتاج كان عصب هذه الحياة الاقتصادية، صحيح. في هذه الحقبة في ملف مهم جدا أحب أتطرق لي أستاذة دينا، تفضل. ألا وهو الملف الثقافي. الثقافي حصلت طفرة يا دكتور في الفترة دي في الملف الثقافي، سواء بقى في من تواجد الأوبرا، من تواجد نوعية الأفلام اللي كانت بتقدم في هذا الوقت، نوعية الكتب اللي كانت بيتم نشرها، صح؟ حصل طفرة بيتهيأ. أكيد، وأكد على كلامك حبيبتي وأقول إن الثقافة بجميع أنواعها، زي ما حضرتك ذكرتي الأوبرا، الدراما، أفلام درامية خطيرة إلى الآن بنشوفها وبنحس بشغف شديد، صحيح، ليها، وبتثير عندنا مشاعر وطنية رائعة. الموسيقى والغناء، السيدة العظيمة أم كلثوم كوكب، صحيح، عبد الحليم حافظ، وأغاني الثورة للحد الآن بنسمعها وعايشين على ذكرها. نقول أم كلثوم كوكب الشرق، كن سيدة الغناء العربي، في الحقيقة أثرت
ثورة 23 يوليو عربياً وأثرت إقليمياً إفريقياً. صحيح. يعني شوفي حضرتك حركات التحرر اللي ظهرت في إفريقيا بعد ما إحنا تحررنا. شوفي على النقطة دي لأن هي نقطة مهمة جدا ونتكلم في كل تفاصيلها. بس أستاذ حياتك هيكون معنا مداخلة تليفونية من خلال الأديبة والشاعرة دكتورة علا حوايدك وهي زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية نصر العسكرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة علا. أهلا وسهلا ويعني يا مساء الأنوار على قناة مصديره، يعني بابنا مصديره العريق الذي له في قلبي محبة وخاصة. يمكن النهاردة اتفضلي بنتكلم. أنا بهنئ الشعب المصري كله، لأنه وطبعا برحب بالدكتور هالة وبرحب بيكي يا دينا. أهلا بحضرتك. بصي إحنا يعني أنا بقول دايما حينما تمتلكي ذكرى طيبة مجرد تذكرك ليها يعطيك سعادة. صحيح. فبعتبر انه ثورة يوليو هي كانت بداية حقبة لمصر، واي حدث تاريخي بيغير مجرى التاريخ لدولة او لمجتمع له مميزاته وله عيوبه. صحيح. اذا تعدت المميزات العيوب كان هو ده النجاح، لانه لا شيء مطلق في النجاح، يعني لا شيء مطلق في النجاح. يكفينا ان هذه الثوره زودت فوارق اجتماعيه، حققت عداله بالفعل، عملت تمصير وتأميم للتجاره والصناعه. احنا كنا كمصريين مواطنين من الدرجه الثانيه، ما كناش مواطنين من الدرجه الاولى. لازم نؤمن بده. وعايز اقول لك يكفيها شرفا انها كانت ثوره بيضاء لم يرق فيها دم مصري. صحيح. لم يرق فيها دم، ده شيء كبير يحسب. الناس كانت متعطشه، وده احساس مختلف جدا. نبتت من احضان هذه الثوره تغييرات اجتماعيه حتى في الذوق. الناس كان عندها حماس شديد لوطنها لبلدها، حتى كان في قدوة ورم كان متمثل في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. حينما تتحدثي لإنسان عاش حقبة جمال عبد الناصر، انت بتحسي بحب متأصل متجذر في روح الشخص ده، اللي هو لما بتشوفي إنسان بيتكلم عن جمال عبد الناصر كزعيم مثلا. عايزة أقول لك أنا مامتي مثلا الله يرحمها كتير قوي، مامتي كانت ناصرية وكانت تعشق جمال عبد الناصر، وده كان جيل كامل بيعشق الرئيس جمال عبد الناصر. أنا لما أسافر بره ألاقي الجيل القديم من مواطنين يعني من المجتمع الخليجي، الجيل القديم بيعشق، يعني صدقيني أنا كنت لسه راجعة من السفر قريب، يقولوا لي انتوا اللي علمتونا، انتوا اللي درستونا، انتوا اللي طبقتونا. يعني صحيح. طب ايه راي حضرتك دكتور علا، ايه راي حضرتك نسمع بقى قصيده كده في حب الوطن كده، يعني نتشجع بقى من حضرتك كده من خلالها. هقول لك مصر التي ابناؤها جنود اوفياء، هي همزه الوطن التي ما بين أرض الله دوما والسماء، مصر المقدسة المباركة النقية فادخلوها سالمين، مصر يا محروسة بالله رب العالمين، فيني لها ما ليس ماء بل حياة، كي تورق الأشجار باسقة يسبح قلبها لله، وثمارها من جنة المأوى، ادخلوا مصر فإن لكم بها ما تسألون، من يصنع التاريخ إلا مصر، سيدة الزمان، المجد لا يجري سوى المصري، فالمصري تاريخ بذاته من أول الدنيا، ومصر ثيابها الخضراء تزهو باللآلئ
واليواقيت الحسان. عظيم. الله كرم أرضها العذراء في خضر وصال. جميل جدا جدا، حضرتك نورتينا دكتورة علا، وشكرا على مشاركة حضرتك. شكرا جدا. وتحية للشعب المصري كله، وتحية للإرادة المصرية، وتحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايزين نقول له يعني اجمد يا ريس، واحنا في ظهرك ووراك. أكيد. وربنا معايا يا رب ومعانا كلنا، ونقدر نتخطى كل الصعاب اللي بتقابلنا. أكيد طبعا، شكرا جدا لحضرتك. نرجع بقى للدكتورة هالة، وكنا بنتكلم عن أن ثورة 23 يونيو الحقيقة ما كانش بس ليها إصلاح داخل مصر وداخل أرض مصر، ولكن كانت زي ما نقول منارة وجزء من التنوير لكافة البلدان العربية، وزي ما نقول كانت شعلة بداية لمفهوم الحريات ومفهوم النضال، وإن احنا نطلب يعني إيه حرية ونفهم يعني إيه حرية. ده كلام صحيح جدا حبيبتي، وزي ما تكون منارة للحضارة وللتحرر أولا. صحيح. والاستقلال ثانيا، ولكل مبادئ الديمقراطية السليمة لكل المنطقة العربية ولإفريقيا. وتعدت هذه الحدود أيضا، وابتدينا على مستوى العالم إن إحنا نكون أحد أعضاء دول عدم الانحياز. وساعتها لا كان انحياز شرقي ناحية المعسكر الاتحاد السوفيتي، ولا معسكر غربي ناحية الغرب وأمريكا، ولكن كنا بنجمع دول عدم الانحياز. عايزة أقول لحضرتك الدبلوماسية المصرية أروع الدبلوماسيات. إحنا لينا دوائر، دائرة عربية، دائرة إفريقية، دائرة شرق أوسطية، ونحن أيضا مؤثرين على مستوى العالم. صحيح. هتقولي دكتورة هالة أنت متأكدة من الكلام اللي بتقولي؟ هقولك نعم، نحن منارة ونحن يعني مربط فرس لأي حلول لمشاكل على كل الدوائر اللي بقولها لحضرتك، بل بالعكس احنا مؤثرين. صحيح. في كل القضايا اللي بتحصل مش بس داخل الدوائر اللي قلتها لحضرتك، لا وعلى مستوى العالم. صحيح. نرجع بقى للإصلاح الاقتصادي، يمكن اتكلمنا عن الإصلاح الاجتماعي، وعمره أبدا ما هيتم إصلاح اجتماعي غير لما كمان يبقى فيه إصلاح اقتصادي، يبقى فيه فرص عمل، يبقى فيه مصانع بتتبني، يبقى فيه قضاء على البطالة، يبقى فيه مفهوم مختلف للمواطن المصري إن هو يشارك ويكون ليه نصيب في الفلوس اللي بتطلع، يكون ليه نصيب من المصانع اللي بتتبني ان هو يشارك فيها. فبالنسبه بقى للاصلاح الاقتصادي حضرتك تكلمينا عليه، لان هو طبعا داعم اساسي للاصلاح الاجتماعي. بالظبط كده، برافو. في الحقيقه كان من مكتسبات ثوره 23 يوليو تأميم قناه السويس. صحيح. واثرها الرائعه اللي رجعت على الشعب المصري، اثرها من حيث ان احنا ملكنا زمام مواردنا. احنا تشككوا كثيرا من ان احنا لن نستطيع ان ندير قناة السويس، ولكن مرشدنا اللي اشتغلوا في قناة السويس قدروا انهم يسيروا المراكب وبسلاسة ويسر بشيء رائع جدا، وده طبعا يعني جاب مكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال زي ما حضرتك ذكرتي فرص عمل وانتعاش لثلاث مدن القناة، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وفي فرص عمل كتيرة اتفتحت في الأماكن دي، وإصلاح سفن وإمداد السفن بكل احتياجاتها من الوقود ومن وإصلاحات وحاجات كتير جدا. صحيح. ده على مستوى قناة السويس بس. صحيح. فما بالك على مستوى الصناعات. يعني حلوان لوحدها وصناعة الحديد والصلب كانت قصة نجاح طفرة كبيرة جدا. صحيح. اتعملت مصنع الحديد والصلب وانشئ
مساكن للعمال والمهندسين بالقرب من هذا المصنع، أصبحت منطقة سياحية تجتذب إليها الكثير من الشباب والأطفال يستمتعوا. اليابان بعتت هدية وعملت الحديقة اليابانية، فكانت قصد أيضا مصدر جذب للمصريين إن هم يروحوا ويستمتعوا بجو حلوان الجميل. دكتور هالة، الحقيقة الحوار مع حضرتك شيق جدا، وكمان بالأخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فيه مكتسبات كتيرة جدا، بس للأسف وقتنا خلص. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة هالة على تواجدك النهاردة معانا، بجد نورتينا. شكرا لحضرتك وللبرنامج، وعايز أهني كل مصري ومصرية بثورة ومكتسبات ثورة 23 يوليو، واللي هي كانت وستظل مبعث للعدالة الاجتماعية والمساواة والتحرر ورؤية للمستقبل. نحن لازم نقف في ظهر جيشنا، لازم نقف في ظهر بلدنا علشان نقدر نبني للمستقبل. وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهد مصري. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت اول فقره معاكم، اللي كنا بنتكلم فيها عن اهم المكتسبات اللي تمت لثوره 23 يوليو. كل سنه وكل شعب وجيشها بخير. هنروح دلوقتي لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي انا وزميلتي نجلاء في زينب تعمل بيوت. كل مرة الوقت بيعدي بسرعة، وخصوصا في يوم زي ده، يوم بتحتفل فيه مصر كلها بذكرى ثورة وضعت الخطوات الأساسية للجمهورية المصرية، وكانت البداية والانطلاقة للعديد من خطوات التنمية في كافة المجالات والإصلاح لكافة السلبيات اللي كانت موجودة قبل كده. كل سنة ومصر دايما بخير. كل سنة وانت طيبة يا دينا. كل سنة. ونهاردة قدمنا كل فقراتنا متعلقة بثورة 23 يوليو، والحقيقة يمكن حاولنا نحن نغطي كل الجوانب اللي كانت موجودة، وتكلمنا عن أهم المكتسبات اللي تمت. وأنا في طعم البيوت النهاردة تكلمت عن الإصلاح الاجتماعي الحقيقة، لأن ثورة 23 يوليو كان ليها زي ما نقول كده يعني هدف أساسي، وهو الإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وحق المواطن في التعليم وفي الرعاية الصحية وفي القضاء على البطالة، في مشروعات قومية تمت، في صناعة كانت ما فيش اهتمام بيها في الفترة دي. فأنا الحقيقة تكلمنا في كافة المكتسبات اللي هي علاقة بالجانب الاجتماعي. صحيح، مصر يحكمها المصريين كانت البداية من ثورة 23 يوليو اللي أطلقها الضباط الأحرار ودعمهم الشعب المصري. ودايما يعني زي ما بنقول هي ثلاثية أو منظومة متكاملة بتعمل من أجل تحقيق الهدف الأكبر، وهو تقدم الدولة المصرية دايما بإذن الله. كل سنة وشعب مصر كله بخير، قيادة وحكومة وشعبا وشرطة وجيشا، دايما يا رب قادرين ان احنا نواجه كل التحديات مع بعض باذن الله. كنت مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده نجلاء، وكنت مبسوطه ان احنا معاكم مشاهدينا في مناسبه مهمه زي دي. كل سنه وكل شعب وجيشها بخير. وبكده تكون خلصت فقرتنا، كنا النهارده معاكم على مدار ساعه ونص من خلال زينب تعمل بيوت. استنونا بكره، وطبعا فقرات جديده من زينب تعمل بيوت.